بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره إفراد رجب والجمعة. نعم. الأيام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأيام التي يكره صيامها: أولا إفراد رجب، لأن رجب لم يثبت بتخصيصه شيء من العبادات، بل هو كسائر الشهور. إن كان يصوم من عادته يصوم من كل شهر، يصوم من شهر رجب، ما يخالف على عادته. من كان من عادته يصلي في الليل يستمر على صلاته في شهر رجب وغيره. إنما الكلام على تخصيص رجب، تخصيص رجب بعبادة دون غيره هذا لا يجوز، لأنه لم يثبت تخصيص رجب بعبادة دون غيره، ومنها الصيام، فلا يخص لأنه يصام أو يصام شيء منه. أما من كان من عادته يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض، يصومها من رجب ما في بس على عادته، هذا واحد إفراد رجب. إفراد يوم السبت، من كان يصوم وصام يوم السبت تبع لصيام لا بأس، أما أنه يخص يوم السبت هذا مكروه، ما هو حرام، مكروه كراهية، لأنه يوافق عيد اليهود يوم السبت. ورد في حديث لكنه ضعيف، ينهى عن صيام يوم السبت لكنه ضعيف. نعم. الجمعة أما الجمعة فصح الحديث لأنه لا يفردها بالصيام، إذا دخلت تبعا لا بأس، أما أنه يفرد يوم الجمعة هذا لا يجوز، والحديث في هذا صحيح، لأن يوم الجمعة يوم عيد، عيد الأسبوع، تفرغ الناس لصلاة الجمعة، فهو خاص بالجمعة، لا يدخل عليها عبادات أخرى خاصة. نعم. وكره ضرب يوم الشك، كما سبق الخلاف يصوم يوم الشك، بعضهم يقول واجب، يجب أن يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة. القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يجوز صيام يوم الشك، لا يجوز صيام يوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو 30 من شعبان، يعني يوم الشك هو 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو قتر هذا يوم الشك، أما إذا لم يرى الهلال والجو صافي ولا في غيم هذا بلا شك أنه ما يصام، لأنه من شعبان أكيد. إنما إذا حصل الشك من سبب الغيم أو القتر الذي منع رؤية الهلال. نعم. إذا لم يكن غيم أو قتر. نعم. ويحرم صوم العيدين وإذا مشي، فلا يصوم يوم 30 من شعبان إذا لم يحصل غيم ولا قتر، هذا بالإجماع ما يصومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. يحرم، هذا النوع الذي يحرم، عرفنا الأيام التي يكره صيامها، ما هي الأيام التي يحرم صيامها؟
يحرم صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز صوم يوم العيد، بل يجب على المسلم أن يفطر في هذا اليوم. نعم، صوم أيام التشريق، النوع الثاني أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه يحرم صيامها لأنها أيام عيد. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تصوم إلا في حالة واحدة، الحاج المتمتع إذا لم يجد الهدي، هدي التمتع، ولم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم عرفة. الله جل وعلا قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج، يصومها قبل يوم عرفة هذه الثلاثة، وإذا جاء يوم عرفة وهو لم يصم يصومها في أيام التشريق، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا في لم يرخص في أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران. نعم. ومن دخل في تطوع لم يجد إتمامها. يجوز للإنسان أنه يقطع الصيام في تطوع، يقطع صيام التطوع ما يجب إتمامه، إنما هذا الصيام الفرض. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام أو ذكر له طعام أهدي إليهم، قال صلى الله عليه وسلم: أرنيه أني أصبحت صائما، ثم أكل منه صلى الله عليه وسلم، دل على جواز قطع صيام النافلة وأنه لا يلزم إتمامه. نعم. وفي فضل يجب ما لم يكن له. نعم. ومن دخل في تطوع يجب إتمامه، وفي فضل يجب ما لم يكن له. أعيد العبارة. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. إيه نعم، له أن يقطع صوم التطوع، ثاني فهمنا. وفي فرض يعني ولو دخل في صوم فرض، لا يجوز له أن يقطعه إلا إذا حوله إلى نفل، يجوز له أن يقطعه لأنه تحول من فرض إلى نفل. نعم. ما لم يقلبه يعني يحرم ما لم يقلبه نفلا، يجوز أن يقطعه. نعم. قال انتهى من كتاب الصيام، انتقل إلى الاعتكاف، لأن الغالب أن الصائم يعتكف، الغالب أن الصائم يعتكف، يجوز أن يعتكف وهو مفطر لا بأس، ليس الصيام شرطا للاعتكاف. والاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف لزوم مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لذكر الله عز وجل، يجلس في المسجد، يقيم في المسجد للعبادة، صلاة التطوع، تلاوة القرآن، ذكر الله سبحانه، تسبيحه والتهليل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان تحريا لليلة القدر، فلما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وداوم على ذلك حتى توفاه الله عز وجل
على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. نعم. وهو سنة الاعتكاف، سنة ليس واجبا إلا بالنذر، إذا نذر أن يعتكف يجب عليه، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدل هذا على وجوب الوفاء بالنذر، ودل على أنه لا يشترط الصيام للاعتكاف لأن الليل ليس فيه صيام. نعم. ويجب بالنذر، يجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذره يجب لأنه طاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والاعتكاف طاعة، فإذا نذره وجب عليه الوفاء. ولما ذكرنا من حديث عمر. نعم. وشرط صحته ستة أشياء، يشترط لصحة الاعتكاف ستة شروط انتبهوا لها. نعم. النية، وهذا في كل عبادة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلو جلس في المسجد يبي يتظلل ولا يبي ينام ولا يبي يرتاح ولم ينوي الاعتكاف لا يحصل على أجر الاعتكاف لأنه ما نوى. نعم. ثاني الإسلام، فالكافر لا يصح منه عمل، والاعتكاف عمل وعبادة لا يصح من الكافر. نعم. والعقل، وهذا في كل عبادة، ما تجب العبادة ولا تصح العبادة إلا من عاقل، فالمعتوه الذي ليس له عقل، المجنون ليس له اعتكاف لأنه ما يتأتى منه النية، لأنه يعني يشترط في العبادة النية، وغير العاقل ليس له نية. نعم. والتمييز بأن يكون بلغ 7 سنين تصح منه العبادة، المميز تصح منه العبادة تكون نافلة في حقه، فالمعتكف يشترط أن يكون مميزا، أما لو اعتكف طفل دون 7 سنين ليس له اعتكاف. نعم. لأنه ليس له نية. نعم. وعدم ما يوجب الفسق، تزل لقوله سبحانه ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يمس امرأته ما دام معتكفا، وأما أنها تأتيه تجلس معه وتحدث معه فلا بأس بذلك، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه في معتكفه ويجلسن معه تحدث إليهن. نعم. وكون الاعتكاف بمسجد، قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هل يعتكف في زاوية أو في بيته، هذا اعتكاف مبتدع ولا يصح، الاعتكاف إنما هو في بيوت الله عز وجل من أجل العبادة، وأما الخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة فهذه محرمة. قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لكنه لا يحضر الجمعة والجماعة، فقال هو في النار، هذه خلوة محرمة اللي تقطعه من صلاة الجماعة من صلاة الجمعة، هذه خلوة محرمة مثل الخلوات الصوفية التي ابتدعوها
يعني لا تجوز. نعم. ويزال فيه ما يبلغ بالجماعة أن يكون المسجد فيه تقار فيه الجماعة، أن يكون الاعتكاف في مسجد، وأن لا يكون هذا المسجد مهجورا، بل يكون تقام فيه صلاة الجماعة، لأنه إذا لم تكن تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمرين: إما أن يترك الجماعة ويبقى في معتكفه على حرام ولو كان أصله مسجد، وإما أن يخرج للجماعة في كل وقت وهذا يخالف الاعتكاف. فمن الأول والأصل يتخير المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة. أما الجمعة فليس بلازم، يجوز له يخرج للجمعة، لأن الجمعة ما تتكرر كل يوم، ما هي في الأسبوع مرة. نعم. ومن المسجد ما في دليل المسجد كل، يعني تحديد المسجد، كل ما هو داخل سور المسجد، كل ما هو داخل سور المسجد فهو مسجد، وأما ما كان خارج سور المسجد إنه ليس من المسجد، وإن كان تابعا ومرفقا للمسجد فليس بمسجد، ما كان داخل السور والأبواب فهو المسجد، وما كان خارجه ليس له حكم المسجد. نعم. ومنه سطحه، إيه سطح المسجد من المسجد، فيعتكف في السطح ما في بأس. نعم. ورحبته المحوطة، المحوطة، أما غير المحوطة فليست من المسجد ولو كانت من مرافق المسجد. نعم. ومنارتها التي هي أو بابها فيه، ومن المسجد المنارة، المنارة إذا كانت في المسجد فهي من المسجد، أو خارج المسجد، المنارة خارج المسجد ولكن بابها على المسجد فهي من المسجد، وكذلك الحجرة التي بجانب المسجد إذا كان بابها على المسجد فهي من المسجد، إن كان بابها على الشارع وليس لها باب على المسجد فليست من المسجد. نعم. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، إذا نذر الاعتكاف في مسجد، في مسجد معين، في مسجد معين لم يلزمه ذلك، بل يعتكف في أي مسجد تقام فيه الصلاة، لأنه لا ميزة لمسجد على مسجد آخر، إلا إذا عين أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، فإنه يتعين ولا يعتكف في غير المسجد الذي عينه منها، من هذه الثلاثة. نعم. قال: ويكون الاعتكاف بالخروج من المسجد في غير رمضان. والمساجد الثلاثة تتفاضل، ولها المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، ثم المسجد النبوي بالمدينة، ثم المسجد الأقصى، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزي في غيره، إذا عين المسجد الأقصى يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل من المسجد الأقصى، إذا عين المسجد النبوي يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، أما العكس لا، ما يتحول من الفاضل إلى المفضول. نعم. قال: ويبطل الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف، عرفنا شروط الاعتكاف، ننتقل إلى مبطلات الاعتكاف. نعم. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، أي نعم، إذا خرج لغير عذر، راح يبي يحضر حفل ولا يحضر زواج ولا
يبطل اعتكافه. نعم. وبنية وكذلك طلع يبي يروح مع الجنازة شيء على الجنازة يحضر دفنها يبطل اعتكافه يبطل اعتكافه، أو يبي يزور صديق يبطل اعتكافه، أو يزور مريض يبطل اعتكافه. نعم. وبنية إذا نوى الخروج، نوى إذا انقطع النية نوى الخروج بطل ولو لم يخرج، فيبدأ اعتكافا من جديد إذا أراد. نعم. وبالوطء من الفرج، هذا أصعب ما يكون، إذا وطئ امرأته بطل اعتكافه. ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وبإنزال المني لشهوة، إذا باشر زوجته فأنزل فهذا له حكم الوطء يبطل الاعتكاف. نعم. وبالردة ويبطل كل الأعمال تبطل بالردة والعياذ بالله، الردة عن الإسلام، فلو تاب ورجع إلى الإسلام يبدأ الاعتكاف من جديد، وأما اعتكافه الأول فبطل بالردة، قوله سبحانه ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الردة تبطل الأعمال. اختلف العلماء لو تاب، لو تاب إلى الله هل ترجع إليه أعماله التي قبل الردة أو بطلت ولا ترجع، على قولين. قول الثاني، القول الأول أنها تبطل، قول الثاني أنها لا تبطل، إذا تاب إلى الله رجعت إليه، لأن الله شرط في بطلانها قال فيموت وهو كافر، فإذا تاب قبل الموت رجعت إليه أعماله الصالحة، فلا يعيد الحج الذي حجه قبل الردة، ما دام أنه تاب إلى الله رجع إلى الإسلام حجه الأول صحيح يرجع إليه ثوابه وأجره. والقول الثاني أنه لا بد أن يعيد الحج لأن حجه الأول بطل. نعم. وبالسكر والعياذ بالله، إذا تعاطى مسكرا زال عقله بطل اعتكافه لانقطاع النية، نية الاعتكاف. نعم. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن. وحيث بطل الاعتكاف. نعم. وجب استئناف النذر المتتابع. نعم، إذا بطل الاعتكاف بشيء مما ذكر من المبطلات وهو اعتكاف نذر، واجب عليه الاعتكاف في النذر، إذا بطل وجب عليه يعني تجديد الاعتكاف وفاء بالنذر، نذر أن يطيع الله فليطيعه. أما الاعتكاف التطوع فهذا لا يلزمه إعادته من جديد. نعم. غير المقيد بزمن ولا وقت. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع، وجب استئناف النذر ابتداء من جديد لأجل يفي بنذره. نعم. المتتابع إذا نذره متتابعا، أما إذا نذره ولم يشرط التتابع فإنه يبني على ما سبق على بأس. نعم. غير المقيد بزمن، قيد بزمن إذا انتهى الزمن انتهى النذر. نعم. ولا كفارة. نعم، ولا كفارة عليه في ذلك، بل يبطل وخلاص. نعم. وإن كان مقيدا بزمن معين كان نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل
إذا نذره في وقت معين ومضت الوقت المعين مضى وانتهى، يقضيه مع كفارة يمين عوضا عن الوقت الذي فات عليه. نعم. قال ولا يقبل الاعتكاف إن خرج من المسجد بول أو حاجة. إذا خرج لحاجة هذا لا يؤثر على الاعتكاف، كأن خرج لقضاء حاجة لوضوء، فلا هذه أمور ضرورية، أو خرج ليأتي بطعامه أو شرابه ما عنده أحد يجيب له ما يخالف لا بأس. نعم. أو طهارة واجبة. نعم. أو بإزالة نجاسة، أو أصاب ثوبه نجاسة وخرج ليغسلها أو يستبدل بثوب طاهر لا بأس، هذا لعذر. نعم. أو لجمعة أو لجمعة، قلنا أن خروجه للجمعة ما يؤثر على اعتكافه لأن الجمعة لا تتكرر. نعم. أو لجمعة تلزمه يعني هو غير مسافر مثلا وغير مريض. نعم. ولا إخراج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادمه نعم عرفنا هذا. وله المشي على عادته. قال وله المشي على عادته، يعني إذا خرج لحاجة ما نقول هركب، لا يمشي على عادته على راحته ما يخالف. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف عند دخوله فيه لا سيما إن كان صائما. نعم، يعني ينبغي لمن دخل المسجد لصلاة أو لقراءة فإنه ينوي الاعتكاف ولو كانت المدة يسيرة يحصل على أجر المعتكف، ما إذا لم ينوي الاعتكاف ليس له في ذلك أجر، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. نعم. وانتهينا أيضا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.